Allah said, "It is the day of judgment, when they will be tormented at the fire, they will be burnt in the fire." It is also said this means, they will be made to roast in the fire, and it is also said that this means, they will be dragged into the fire. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said in the interpretation of Allah's saying, by those that winnow with a winnowing, by those that winnow with a winnowing, he says, Allah swears by the blowing winds and that which they carry into the homes of people. And those that bear the burden of the rain, and he swears by the heavy clouds which carry rain. And those that glide with ease upon the sea, and he swears by the ships which easily sail on the sea. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. And those who distribute blessings by command and swears by the angels Gabriel, Michael, Seraphiel and the angel of death who apportion provisions for people, Allah swore by all these. Lo! That wherewith ye are threatened, regarding the resurrection, is indeed true, will indeed take place. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Allah said, accursed be the conjecturers, accursed are the liars of the Banu Maqsim, Al-Walid ibn Al-Mughira and his host, who are careless, oblivious to believing in Muhammad, Bu, and the Quran, in an abyss, in ignorance and blindness concerning the hereafter. 6:12, they, the Banu Maqsim, ask, you, O Muhammad, when is the day of judgment, in which we will be chastised? ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. The angels of the fire will say to them, taste your torment. This chastisement is what ye sought to hasten in the life of the world. Then Allah explained the abode of the believers, like Abu Bakr and his fellow believers, saying, lo! Those who keep from evil, those who ward off disbelief, idolatry, and indecencies, will dwell amid gardens and watersprings of pure water, taking, content and pleased with, that which their Lord giveth them, in the garden. And it is also said that this means, they act upon that which their Lord commands them in the life of the world, for lo! Aforetime, before they were given this reward and honor, they were doers of good, they were good in their speech and action in the life of the world.